طيب ونروح بقى للخبر الثاني اللي معانا النهارده، واكد المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه ان حلايب وشلاتين اراضي مصريه وتخضع للسياده المصريه. وقال ابو زيد تعقيبا على البيان الصادر عن الخارجيه السودانيه بشان مثلث حلايب وشلاتين ان المثلث اراضي مصريه وتخضع للسياده المصريه، وليس لدى مصر تعليق اضافي على بيان الخارجيه السودانيه. وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مساء أمس دعت فيه مصر للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابة للسيادة المصرية وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء.